أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. في كلمة ألقاها صباغ عنه المقداد لمجلس الأمن الدولي، جرائم الاحتلال في فلسطين لا تنفصل عن اعتداءاته في الجولان السوري المحتل. ملتقى الأعمال السوري الإيراني يناقش الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. حل أزمة كبيرة كتير، خاصة للمناطق القريبة من جبل طوغ جبلي. وانفراج في أزمة النقل في الساحل السوري مع تسيير القطارات، والوضع على حاله في ريف حلب. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تنفصل عن ممارساته في الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أن أزمات الكيان المتكررة تدفع قادته الفاشلين إلى تصدير هذه الأزمات من خلال شن اعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي السورية في تكريس لنهج قانون القوة وشريعة الغاب. واستنكر المقداد في بيان أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي ألقاه بالنيابة مندوب سوريا الدائم السفير بسام صباغ استغلال وفد الاتحاد الأوروبي الجلسة حول الحالة في الشرق الأوسط لإثارة مسائل تتعلق بالوضع في سوريا لا صلة لها بموضوع الجلسة، وذلك في مسعى مكشوف لحرف الانتباه عن مناقشة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة، كما يدل على تمسكهم بسياسات غير واقعية تجاوزتها التطورات والأحداث في وقت تحتاج فيه سوريا إلى تضافر جميع الجهود الدولية لمساعدتها على تجاوز التداعيات السلبية الناجمة عن السياسات الخاطئة التي اتبعتها دول الاتحاد على مدى أكثر من 10 سنوات، وخاصة قيام هذه الدول والولايات المتحدة بفرض إجراءات اقتصادية قسرية غير شرعية على الشعب السوري. هاجم مسلحون من ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي اليوم مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية في الحسكة. وقال مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور جمال العبدالله إن مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي هاجموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية في الحسكة الدكتور قصي العمر، واعتدوا عليه بالضرب بأداة حادة ما أدى إلى إصابته ونقله إلى أحد المشافي في المدينة. الجيش العربي السوري على خروقات الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد، وفرض الهدوء الحذر وشبه التام في البادية الشرقية. وبيّن مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي الغربي استهدفت برمايات من مدفعيتها الثقيلة والصواريخ مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه في السرمانية وبعض محاور التماس في سهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العاملة بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة نقاط تمركز الإرهابيين في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأوضح المصدر أن استهداف الجيش للإرهابيين جاء بعد ما خرقت مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها تنظيم النصرة اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد باعتدائها على نقاط له بقذائف صاروخية في قطاع ريف إدلب الجنوبية. وفي البادية الشرقية أكد المصدر أن وحدات الجيش التي تواصل عملياتها البرية في تمشيط قطاعات بالبادية من خلايا تنظيم داعش فرضت الهدوء الحذر وشبه التام في باديتي حمص الشرقية ودير الزور الغربية. وأكد كذلك أن الجيش كبد الدواعش خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بالأفراد والعتاد أثناء تمشيطه قطاعات بادية إثريا بريف حماة الشرقي وفي بادية تدمر الشرقية، لافتا إلى أن ألغام التنظيم لا تزال تقتل الضحايا الأبرياء الذين يخاطرون بأرواحهم لجمع الكمة في باديتي ناحية قيربات ودير الزور الغربية، حيث قضى شاب من عمال جمع الكمة بانفجار لغم من مخلفات الدواعش في بادية دير الزور الغربية.
شن مجهولون هجوما بالأسلحة المتنوعة على أحد حواجز ميليشيات قسد في الطريق الرئيس المؤدي إلى مدخل حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي الذي تتخذ منه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة غير شرعية لها، أدى إلى إصابة مسلحين اثنين من الميليشيات. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر محلية تأكيدها أن مجهولين نفذوا هجوما مسلحا بقذائف الار بي جي والأسلحة الرشاشة على أحد الحواجز العسكرية التابعة لمسلحي ميليشيات قسد الموالية لقوات الاحتلال الأمريكية في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي. وفور الهجوم حلق الطيران الحربي الأمريكي في أجواء البلدة في حين استنفر مسلحو قسد بشكل كبير وقاموا بتطويق البلدة بحثا عن منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة وفق المصادر. بحث وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو اليوم انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وتطبيق الاتفاق حول طريق الإنفور الدولي. وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها جرى اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا تم فيه بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق إنفور. وكانت الوزارة أعلنت في 28 من كانون الأول الماضي في بيان لها أن لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي. وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابياً. انعقد ملتقى الأعمال السوري الإيراني ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والنقل عن الجانب السوري ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني والوفد المرافق له لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال في البلدين. بهدف التعريف بقدرات رجال الأعمال السوريين والإيرانيين لتوسيع العلاقات بين البلدين في القطاع الاقتصادي، انعقد ملتقى الأعمال السوري الإيراني ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية، وتمت مناقشة مجموعة من المقترحات التي ركزت على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين، والعمل على حل مشكلة الحوالات المالية وإقامة شركات استثمارية في مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي وتشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للعمل في سوريا. إيجاد تسهيلات. أحد أهداف هذه الزيارة كانت تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين للارتقاء بالاقتصاد والمعاملات الاقتصادية. إن إرادة رؤساء البلدين ستكون عامل داعم ومؤثر للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، على أن تنعكس هذه العلاقات على شعبي البلدين. اليوم قدمنا المقترحات للجنة المشتركة حتى نستطيع فعلا أن نحققها. ونحن العقبات الأساسية يعني اللي هي موضوع الشحن، موضوع تحويل الأموال، موضوع التأمين على البضائع، موضوع الاستقرار للشركات الإيرانية للاستثمار. اليوم الشركة بدها تستثمر بدها تعمل فيها، هناك عدة كمان شركات إيرانية استثمرت في الجمهورية العربية السورية ولكن في عوائق لها ما قدرت تجتاز هذه العوائق، فنحن بدنا نحل العوائق هاي لحتى نشجع الاستثمار. طالما عم نقدر نحل عوائق ويكون الاستثمار واعد فالشركات رح تزداد ورح يزداد الاستثمار. لخصنا العوائق كلياتها حتى نضعها بإيد الحكومتين ونقدر نستمر بهذه العلاقة الاقتصادية القوية حتى تصير علاقتها مرتبطة مثل ما هي العلاقة سياسيا وعسكريا قويا واستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. نستفيد من هذا اللقاء من العمق الاستراتيجي الاقتصادي بين البلدين من خلال أن نجعل من الاقتصاد السوري ضمن إيران بوابة لباقي دول شمال وغرب آسيا، وأن تكون سوريا نافذة للاقتصاد الإيراني على البحر المتوسط وعلى باقي الدول العربية، مستفيدين من اتفاقية التجارة العربية ووضع الجمارك صفر بين البلدين.
المشاركون ناقشوا الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال في البلدين في ظل الإجراءات الجائرة المفروضة عليهما والمقترحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار وإقامة شركات لزيادة ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. بمشاركة سوريا ووفود عدة دول تم الإعلان عن إطلاق التحالف الآسيوي لحماية التراث الثقافي، وذلك ضمن أعمال مؤتمر مجلس حماية التراث الثقافي الآسيوي المنعقد في مدينة شيان بالصين. وزيرة الثقافة الدكتور لوبانا مشوح أشارت في كلمة سوريا التي تمثل إحدى الدول العشر المؤسسة للتحالف إلى الدور الحضاري لسوريا وأهمية هذا التحالف الذي يسهل عملية التواصل بين الشعوب ويعمق الشعور بالانتماء الحضاري. وتطرقت وزيرة الثقافة إلى القواسم الثقافية المشتركة التي تجمع شعوب آسيا ما يحصن التراث الثقافي فيها في مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أهمية هذا الحدث في حماية التراث لدول التحالف. توالي درجة الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جويا سطحيا ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا. من جانب ثان، أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية، سجل أعلاها في لواء اسكندرون بقدر 4 درجات على مقياس ريختر. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة ب 7400 ليرة للدولار الواحد. ووفقا لنشرات الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 8125.94، وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية. في اللاذقية تشهد الحركة المرورية تحسنا جيدا بعد تسيير رحلات القطار بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث أدى تسيير هذه الرحلات إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين والطلاب أثناء الذهاب إلى عملهم وجامعاتهم. هكذا عادت حركة القطارات إلى سكتها ونقل الركاب ما بين محافظتي طرطوس واللاذقية بعد عطلة العيد الطويلة. النسبة ممتازة، يعود ذلك إلى عدة عوامل قامت بها وإجراءات قامت بها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، منها أحداث المواقف في المناطق التجمعات السكنية، بالإضافة إلى أحداث موقف بالقرب من الجامعة لنزول الركاب بالقرب من الجامعة، الأمر الذي خفف أعباء إضافية عن الأخوة المواطنين من حيث تبديل أكثر من وسيلة نقل. وزارة النقل كانت أوضحت في إعلان لها أن رحلات نقل الركاب بالقطارات تستأنف على المحور بين طرطوس واللاذقية وداخل حلب بمعدل 4 رحلات يومية. وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعلنت في 16 من الشهر الجاري عن تسيير رحلة واحدة بالقطار على محور طرطوس اللاذقية خلال عطلة العيد، الأمر الذي خفف عن المواطنين عناء الازدحام والانتظار كما يفيدون. هلا الرحل كتير ساعدتنا بانه نحن ما بقى عم نوقف في الكراج وننطر سرافيس، وزحمة السرافيس كتير كانت سيئة، فهو كتير ساعدنا انه انا صرت عم اوصل على دوامي على الوقت وبلا زحمة، يعني انا قاعدة بمقعد ومرتاحة وما في اي مشكلة. حلوة بس انه يقربونا اياه يعني على ضياعنا، عرفت شلون؟ انه كتير السير السيء سيء بشكل ايه، يعني عم ننزل احيانا مشي من الزهيريات لجبريت احيانا هيك مشان شطين. بحل أزمة كبيرة كتير خاصة للمناطق القريبة من جبلي طوق جبلي، إذا بيعملوا محطة عند العيدي بحل أزمة البرجان والعيدي والقبو والسوكاس والمناطق كلها هناك. القطارات هي واحدة من الحلول التي انعكست على المواطن بالإيجاب، ولا سيما في حضرة الازدحامات المرورية والاختناقات التي كثيرا ما كانت شهدتها محافظة اللاذقية. من اللاذقية باسم عباس،
قناة سما الفضائية. في ريف حلب يعيش المواطنون معاناة كبيرة بالوصول إلى مكان عملهم وإلى جامعاتهم نتيجة قلة باصات النقل العام والتجاوزات التي يرتكبها سائقو السرافيس برفع التسعير بحجة عدم توافر المحروقات. ما بين تجاوز السائقين لتعرفة إجور النقل وانخفاض كمية المحروقات المخصصة للمركبات، يعاني أهالي ريف حلب الشمالي من أزمة مواصلات خانقة تزداد يوما إثر يوم وتنعكس سلبا على المواطنين، انطلاقا من الموظفين وليس انتهاء بطلاب الجامعات الذين بات الوصول إلى مقصدهم عبئا يرافقهم بشكل شبه يومي. ضل 3-4 ساعات وخمس ساعات أحيانا لا تقدر تأمن حالك ترجع على الضياع، وفوق كل هاد غلاء، يعني ما عادوا يقنعوا مثلا عم بياخذوا 1000 1500 2000 3. أبطر أطلع قبل دوامي بساعة ساعتين لأصل دوامي شمال أتأخر، ونفس الشيء بالرجعة، وبياخد تسعيره اللي بده إياها، يعني ما بنحسن نحكي معه شيء خالص. أغلب السرافيس والحافلات عقدوا مع عمال المدينة الصناعية بدوام يومي أو شبه يومي، وعمال سوق الهال صار نقص في عدد السرافيس الذي هو يعني من الأساس أنه قليل، ومن الأساس يوجد مشكلة، زادت المشكلة وزاد الوضع سوء. كمية المزلوط عم يعطونا إياها 15 لتر، وعم نعبيها يا 14 يا 13.5، اجل هيك عم نضل واقفين والركاب مشلشطة. كانت 25 نزلوها قرار من محافظ ال20، ومن سنة لهلأ أمر إداري 15 لتر ما عم بتكفي. 15 لتر هي عم بقولنا هي 13، وما بتكفي غير مشوار واحد، و قلت السي مشوار تاني بدك تضغط على المواطن، والمواطن هو عايف حاله ما بحسن. طريق يمتد على مسافة تتجاوز 20 كيلومترا تغيب عنها باصات النقل العامة بشكل شبه كامل، ويبقى مصير المواصلات فيها مرهونا ببعض المركبات الصغيرة التي ينتظرها الناس على مدارج الطرق لساعات قبل أن يتزاحموا على أبوابها. رئيس مجلس مدينة نبل حدد عبر قناة سما الفضائية جدولا زمنيا لإنهاء معاناة المواطنين، ووعد بحل شامل من شأنه إنهاء أزمة المواصلات في الريف الشمالي لمحافظة حلب. قريبا جدا المنافس يصير ينختم من مجلس المدينة، بيختم مجلس المدينة مشان يتقيد السائق بالقيام برحلتين بدل رحلة واحدة. طلبنا طبعا بكتاب آخر زيادة كمية المازوت 15 يوم إن شاء الله بدي يصير كراج بالطرف الشرقي للمدينة مشان يخفف الأزمة على موضوع الساحة المركز المدينة. فترة شهر أو أكثر طبعا بدي نحط بالخدمة آليات جديدة، وإن شاء الله موعودين رح نحط سيارتين، يعني يصيروا 3 سيارات على الريف الشمالي باصات نقل داخلي. المواطنون يأملون أن يتم إيجاد حل لمشكلتهم من قبل الجهات المعنية ليتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم دون أن يكون هناك المزيد من المعاناة نتيجة قلة الباصات. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.